قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة اليوم إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بمقر إقامته بمملكة البحرين، حيث عقد سموهما مباحثات تناولت العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تربط الجانبين وما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات. وخلال المباحثات أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أن البحرين والسعودية عائلة واحدة تجمعهما أواصر متينة وتشابك أسري ومواقف وتاريخ وتضحيات مشتركة شكلت عوامل وأساسا متينا للعلاقات التاريخية بينهما، وأن كل من السعودية والبحرين قد واجهتا تحديات كبيرة لكن كل تحد جعلهما أقوى مما كان عليه، ولبين سموهما عن رفضهما لأي ممارسات تستهدف التأثير على أمن المنطقة وشق صف وحدتها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ولي العهد السعودي قام بدور كبير لما يجسده بسياساته الناجحة من تجديد لرؤية عصرية طموحة، بينما أشار سمو ولي العهد السعودي أن خادم الحرمين الشريفين يكون تقديرا كبيرا وخاصا لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأن سموه يسير على جادة من سبقوه من قادة السعودية في توجهاتهم نحو العلاقات المتميزة مع البحرين. وأعرب سمو رئيس الوزراء عن بلغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة على ما تحظى به البحرين من دعم ومساندة متميزة من المملكة العربية السعودية في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية تحظى بكل الرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال المباحثات أن البحرين والسعودية ستظل كل منهما عضدا للآخر وسندا لبعضهما البعض، وأن نخب المحبة والأخوة بينهما يعلو يوما بعد يوم حتى وصل إلى هذا المستوى الرفيع، لافتا سموه إلى أن السعودية اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السد المنيع للعرب والمسلمين، وأي استهداف لها هو استهداف للجميع، وواجب أن يهبوا لدعمها، فهي لم تتأخر يوما عن دعم أي دولة عربية أو إسلامية في أي موقف. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية خلال المباحثات التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة للمملكة العربية السعودية، وهي مواقف تعكس بصورة جلية عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، متمنيا للبحرين المزيد من التقدم والرفعة.